عبد الرحمن. عبد الرحمن منين؟ من الأردن. للأردن. برافو. تحية للأردن ولأهل الأردن. برافو يا عبد الرحمن. عبد الرحمن كيف بتعرف تغني هيك أنت؟ مين معلمك؟ بابا. بابا صوته حلو كمان؟ إيه. تحية للبابا. أيوة. أنا كتير انبسطت أول شيء إنه برمت لك، وكتير انبسطت إنه أنت موجود معنا بالبرنامج، لأن صوتك خلق ليكون معنا بدو فويس كيدز. شكراً. وشبوبية حلوة وصوت حلو، بعدين بتتصرف وبتعمل عرب مثل كأنه إلك بتغني شي 30 سنة. بسم الله عليك. يعني أنا بس برم عاصي انبسطت لأنه بتلبق كتير تكون بفريقه لعاصي. صح. وصوتك وأدائك وعربك وأفليتك ما معقول شو حلوين. شكراً. نهنيك. شكراً. عبد الرحمن كلنا اتبسطنا ان احنا سمعناك النهاردة. انت صوت كبير قوي طالع من حد كيوت، وشك صغير وكيوت، وانت مع عاصي اكيد حتكون في ايدي امينة يعني. برافو عبد الرحمن. عبد الرحمن تكنيك لعب يعمله بصوته، في شباب بيصير بالعشرينات عمره واكثر وما بتعرف تعملهم. متملك باللون اللي عم يغني ومقنع جدا. فريق شو؟ الابطال. قول الابطال على صوت عالي. فريق الابطال. ايه روح هيك. دقات قلبي يا هوا ترقص فرح واحنا سوا.